طب عايزين نشوف القرنبيط بتاعنا لو احنا حبينا نعمله ويكون مقرمش شويه هنعمل ايه. بص يا جماعه، القرنبيط عباره عن زهره قرنبيط سلقناها لمده من 7 لـ10 دقائق في ميه بتغلي من بدايه الغليان مع ملح وشويه كمون فقط لا غير. بعد كده بصفيها، بعد كده بناخد عندنا بيضتين، وباخد عندي بحدود تقريبا 3/4 كوبايه دي، انا بقرا المقادير اللي قدامي كده، وعندي بابريكا وعندي توم بودره وعندي شطه وعندي كمان كركم وعندي كمان شويه بهار او شويه كمون. يبقى عندي كده المقادير دول حضراتكم. هنعمل ايه؟ هنقوم جايين واخدين عندنا القرنبيط بعد ما سلقناه، لمده لا تزيد عن 10 دقائق، عايز يكون في قرشه شويه، ماشي. بعد كده بقوم جاي واخد عندي ادي البطين اهم. يا ام حسام سلام عليكم، اضرب كده ام حسام. يا ام حسام اشكرك جدا يا ام حسام، حاول كلمتين. وادي اخد عندي الدقيق اهو، وادي كل البهارات دي يا جماعه، ادي البابريكا وادي الكركم اهو، وادي عندي البصل البودره، وادي عندي الكمون، وادي عندي الشطه اهو. نفس المكونات دي حاول احطها هنا، شطه اهو، كمون، ميه، ماشي، شويه كركم، نفس المكونات هنا كده، بابريكا، بصل بودره، اقلب كده الكلام ده، واديله عندي شويه ملح هنا اهو، ادي ملح اهو وملح اهو، وفلفل برضو نفس الشيء، فلفل هنا وفلفل هنا كده، ماشي الكلام، ماشي الكلام. بعدين اقوم جاي هنا ومزود ده عندي ميه مش لبن اه، ميه كده اهو، اعمل عندي عجينه كده. هو اعمل عندي عجينه كده زي ما انتم شايفين كده اهو. يا ريت تنزل بيه تاني يا اسامه من فضلك، استاذنك مقاديرنا تاني عشان لو حد من المشاهدين لسه جاي يتفرج عليه. وقوم جاي واخد مقلب كل الكلام ده، القرنبيط ده عندي اقلبه عندي كده هنا بملحه بكل حاجته، بالبابريكا بكل حاجه اقلبه كده. يبقى انا طعمته بنفس الطعم الموجود في العجينه، ويا ريت الكمون يبقى شرط اساسي في وجود القرنبيط اللي عندي هيتقلي او هيتسلق او هعمله صينيه بالبشاميل او اي حاجه. القرنبيط الكرومب، بكليات كمون، انتوا عارفين ليه؟ عارفين الباقي. بعد كده بقوم جاي واخد كل الخلطه دي كده عاملها كده اهي، شايفين الموضوع ازاي؟ يا مدام رجاء السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام مدام رجاء. والنبي لو سمحت انا عايزه المقدار بتاع التمور، العيش التموره الله يخليك. عيش التموره؟ التمور اللي انت عملته امبارح. التنور. التمور اه. التنور عينيا، نص كيلو دقيق اكتبي معايا. ايوه. نص كيلو دقيق، معلقه ملح، نص معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه خميره، 250 مللي ميه، يعني كوبايه ميه وربع، ماشي. ناخد الكلام ده كده يا اسامه عندنا، وهنبدا نعمل ايه يا اسامه؟ ناخد الكلام ده كده ونبدا ننزل بيه فين؟ ننزل بيه عندنا في قلب البقسومات كده بالراحه، واخده بعد كده احطه فين؟ في الزيت. اعمل كده واحدتين واروح على الزيت بسرعه كده، احطه في الزيت. وانا بحطه في الزيت كده بقول لكم ايه؟ بطلع فاصل صغير صغير، قد ايه؟ قد كده، وارجع تاني. زي ما انتم شايفين كده عندنا قرنبيط بنقليه بعد ما حطيناه عندنا في الخلطه الجميله اللي هتنزل مقاديرها دلوقتي قدام حضراتكم تاني. قلنا ان احنا بنجيب عندنا راس قرنبيط، بناخده عندنا القرنبيط، بعد كده بنسلقه عندنا في ماء وملح وشويه كمون لمده 10 دقائق بحد اقصى. بعد كده بنجيب عندنا
التتبيله ملح وفلفل ومعلقه بصل بودره، معلقه بابريكا، نص معلقه شطه، نص معلقه كركم. الكوتينج اللي هو ايه؟ الكوتينج اللي هو الحاجه بتغلفه، عباره عن كوبايه دي، 1.5 كوبايه ميه، 2 بيضه، بعدين ملح فلفل وبقسماط وزيت للقلي. سجلوا واكتبوا وتعالوا معانا نشوف طلعناها شكله عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده اهو شكله. طيب انا هجاوب بسرعه كده على المفتقه، انا عملتها ازاي. المفتقه طلع كريم الحاجه من الفرن من فضلك. المفتقه انا جبت عندي معلقتين زيت ومعلقه دقيق، حطيتهم على النار لغايه لما عندي الدقيق استوى من غير ما يلون معايا. رحت جايب بعد كده عندي 2 لـ3 معالق حلبه مطحونه، حلبه مطحونه مش محوجه، بتتباع عند العطار كده، حلبه مطحونه حطيتها معاه. وبعد كده حطيت عندي 1/2 كوبايه سمسم ونص كوبايه سوداني او اي مكسرات، برضه خليتهم برضه اتحمصوا معاهم برضه تاني. بعد كده رحت نازل عندي بنص كيلو عسل اسود، في حبه اسمها الحبه الخضراء باخد منها معلقه، ما بالله عندي في نص كوبايه ميه تكون دافيه، باخد ميتها وارمي الحب نحطها عليه. ما فيش خلاص ما فيش مشكله، اهم حاجه عندي اسيب عندي العسل مع بقيه مكوناته على النار لمده حدود 3-4 دقائق لغايه لما اتقل معايا. بعد كده ممكن اضيف له حبه البركه وممكن ما اضيفلوش. بعد كده احط عندي بطرمان بالهنا والشفا. استاذ محمد السلام عليكم. محمد باشا. اهلا باشا، اهلا بيك. عايز اسالك على الكاتشب. عينيا حاجه تانية؟ لا بس الكاتشب. الكاتشب يا حبيب قلبي هقول لك عليه. عارف الصلصه الطماطم والبوريه؟ صلصه الطماطم والبوريه بنجيب عنها برطمان. برطمان صلصه طماطم بوريه. كل برطمان صلصه طماطم بوريه على حسب كثافته وعلى حسب تقله، يا اما اديله ضعف ميه يا اما اديله مره واحده قد ميه. حطه على النار مع بالظبط 3 معالق سكر مع بالظبط عندي 3 معالق خل، 3 معالق سكر، 3 معالق خل، رشه ملح، معلقه بصل بودره، معلقه ثوم بودره. يغلي معايا كويس قوي، يتقل معايا القوام شويه، ابدا احط عندي البطرمان. حاسس ان القوام عندي خفيف شويه، نص معلقه صغيره نشا كده وشوط ميه ده وانزل بقى عندك احلى كاتشب بالهنا والشفا. ناخد عندنا كده اهو، اه زي ما انتم شايفين كده ادي الارنبيط بتاعنا مقرمش اهو وزي الفل كده اهو قدام حضراتكم. أرنبيط من الحاجات اللي هي مقاومة للسرطان اهو زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو. ناخد عندنا نجرنش بأي حاجة ماشي. فين البتاع؟ نطلع دي كمان كده عندنا اهو ادي. خلي بال حضراتكم ده اسمه ايه؟